طرائف من البلد. سيحدثكم سوري بن سوريالي عن طرائف من بلد الشهامة والأفضال. نسافر معها من سهل حوراني إلى قمم الجبال. طرائف من البلد. سيكون معكم سوري بن سوريالي خلال لحظات بطرفة جديدة على نغم المقامات. خليكم معنا. عمتم صباحا أو مساء. حدثنا صديقان وفيان قالا عن تجربتهما وهما مبتسمان: كنا نعفرت من حائط إلى سور ومن حاجز إلى نقطة عبور لنترك لنا أثرا مذموما أو مشكور. علبة البخاخ سلاحنا، الجرافيتي والبخ صوتنا، والله لنهبلكم شعارنا. نكتب على حائط البلدية كلمات تشد بأزر الجماهير الشعبية، نرهب بها أزلام الدكتاتورية. نكتب: المواطنون قاموا عليك ليفقأ عينها جبان بعقل سميك، لتصبح المواطنون قاموا ليك، ولنأتي في اليوم التالي ونصلحها بحل سوريالي، لتصبح المواطنون قادمون ليك مهما طال الزمان بيك. ونزيد عليها بأن نبحث عن كل اللافتات القائلة من حبك، لنعدلها ببخاخنا السحري لتصبح ما من حبك. زاد الحصار على أدوات الطلاء، ومرت أيام كثيرة ازداد بمرورها الغلاء، فحولنا موهبتنا إلى مصدر للخبز والكساء. صرنا نتشاطر الوقوف على الحواجز العسكرية لنجمع بعضا من المال عن طريق خطتنا الذكية. فأقف أنا قبيل الحاجز حيث الأضواء الخافتة، مرتديا ما يلفت النظر وحاملا للافتة مكتوب عليها نوع حاجز العسكر، نظامي كان أم حر، مع طبيعة المستندات المطلوبة للعبور العسير من هوية ودفتر عسكرية وفواتير. أما صديقي فيقف في الطرف المقابل فرحا بما حققنا من جرم كامل، يحمل لافتة قد كتب عليها بخط مائل: شكرا لاستعمالك خدماتنا لحواجز التفتيش، نرجو ألا تكمل الطريق قبل أن تترك لنا البقشيش، لتتدنى بذلك على الحاجز نسبة الاعتقالات، ولننال نصيبنا في البقشيش من الشاكرين والشاكرات. شعب لا تثنيه قلة الموارد، في وجه أصعب الظروف صامد، وليس بما أوتي من موهبة بجاحد. هو شعب لا يمكن كسره، فلا يمكن لديكتاتور أن يعرف سره. فتأمل يرعاك الله.